واخيرا السنيك بيك نزل وراح ينزل معه تحديث التوازن وراح يغير اللعبه، وكذلك ما ننسى المظاهر راح تكون خرافيه العتاد، وكذلك اهم شيء هو الهايبر شارج. قبل ما نبدا فيديوهات هذا الفيديو حابب اشارككم انه سويت جيف اوي على قناتي على الانستغرام وكذلك على تويتر، موجود الرابط بالوصف. اعرف ان سكن هانج جدا بيض لكن احتمال جدا عالي انه راح يسوون جيف اوي من احد هذين السكنات بقرب وقت. وبس خليكم يا الفيديو. الهايبر شارج، ميزه الهايبر شارج راح تنضاف فقط لست ابطال سوبراتهم جدا ضعيفه، راح يكونون عبارة عن شيلي كولت وبول وجاكي وسبايك والبطل الجديد. اذا كان عندك بطل عنده ميزة الهايبر شارج فراح يكون السوبر العادي عندك فقط 50% والسوبر الثاني او الهايبر شارج راح يكون 100%، يعني 50% من السوبر و 50% من الهايبر شارج. اذا كان عندك هايبر شارج بس ما كان عندك سوبر تقدر تستخدم الهايبر شارج، لكن ما راح يكون الى فائدة بشكل جدا كبير. الشيء الخرافي بالهايبر شارج انه راح يكون الى اكثر من 10 ثواني عشان ينتهي الهايبر شارج، لكن احتمال عالي بالايام القادمه راح ياخذ نيرف وراح يكون 5 ثواني بدل العشر ثواني. راح تحصل على زياده السرعه وراح تحصل كذلك على زياده الدمج من ناحيه استخدامك للهايبر شارج، لكن الشيء الافضل انه بعد ما تدمج اي شخص انت مستخدم الهايبر شارج راح تقل من نسبه الوقت. كل بطل راح يحصل على ميزه مختلفه وراح تكون له قدرات مختلفه من ناحيه السرعه والدمج والدرع مثل بول وكولت وكذلك ابطال اخرين. وكذلك اذا ركز راح نشوف عندهم عتاد اضافه الجادجت. الهايبر شارج الخاص بشي اللي راح يخلي السوبر اكبر بنسبه 33% وراح يساعدك انك تحصل دمج اكثر بعد ما تتقرب عند الاعداء. انت بس تتخيل كيف راح يكون شكل الخصم بعد ما تستخدم عليه الهايبر شارج والسوبر، راح يرجع لك السوبر بدون اي نقص. انت بس تتخيل انه فقط بالهايبر شارج راح تدمج اكثر من 10000، واذا كان عندك اكثر من باور راح يدمج لك اكثر من 100000 يمكن. الهايبر شارج الخاص بكولت راح يخليه يضرب اكثر من سوبرين بضربه واحده، يعني تخيل راح يكون عندك مسدسين ارمون سوبر، وهذا كنت تتوقع من البدايه. السؤال الغريب كيف يطلع سوبر واحد اذا ما كان عنده هايبر شارج وهو كان عنده مسدسين؟ هايبر شارج الخاص بجاكي انه راح يعطي تبطيء المده ثانيه ونصف اذا كان العدو داخل السوبر الخاص بجاكي. الهايبر شارج الخاص ببول انه راح يعطي درع بنسبه 80% بعد ما يستخدم الهايبر شارج ويستخدم السوبر. والشيء الافضل انه انا اقترحت هذا الشيء لسوبر سيل وحاليا سوبر سيل طبقت هذا الشيء، واذا حاب تشوف هذا الاقتراح موجود على انستغرام نزلته على القناه، لكن هم اضافوا من نسبه الدرع. لكن بنسبه جدا عاليه انه الهايبر شارج الخاص ببول راح ياخذ نيرف على الدرع. حاليا وصلنا لافضل هايبر شارج موجود هو الهايبر شارج الخاص بسبايك، انه راح يكبر من مساحه السوبر بنسبه جدا ممتازه. وكذلك ما ننسى انه سبايك عنده دمج جدا خرافي، واستخدم الهايبر شارج راح يكون له دمج جدا فتاك، وما ننسى من ناحيه السوبر كذلك. اذا حاب تشتري الهايبر شارج كل اللي عليك انه لازم تشتري ب 5000 اذا كان عندك البطل ليفل 11. اذا شريت من احد هذني الهايبر شارج راح تحصل على صوره بروفايل متحركه، وهذه اندر شيء موجودة حاليا باللعبة. اذا ما كان عندك جواهر او فلوس راح تقدر تحصل على الهايبر شارج من خلال ستار دروب. بروستر ضافت عتاد جديد، هذا العتاد راح يزيد لك من نسبة الجادجت فقط جادجت واحد، يعني اذا كان عندك بطل الى جادجت جدا ضعيف راح تقدر تشتري هذا الجادجت او العتاد راح يزيد لك من نسبة الجادجت. تحديث التوازن، بروستر اعطت نسبة زيادة باف لجميع الابطال اذا كنت حاب تطورهم، كانت فقط 5% حاليا صارت اكثر من 10%، يعني اعطوا 5% زيادة. الشيء الغريب اكثر انه بعد ما راح توصل ليفل 8 راح تقدر تفتح لك عتاد بدون ما تتعب نفسك وتطور ليفل 10. البطل هانك اخذ بافين، راح يكون واحد على الهيل وواحد راح يكون على الضرر. البف الاول انه راح يحصل على زياده صحه اكثر من 11600 صحه. البف الثاني زياده دمج 600 دمج. اخيرا البطل باستر اخذ له بافين راح يرجع التفاعل اللعب في هذا البطل. البف الاول زياده صحه من 9600 الى 1400 صحه. البف الثاني زيادة الضرر من ال 2640 دمج الى ال 2880 دمج. واخيرا البطل بايرون اعطوه باف زيادة شحن سوبر فقط من 3 ضربات بدال ال4 ضربات، يعني راح تقدر تعبي سوبر باسرع وقت. البطلة بيبي اخذت باف على الصحة من 9200 الى 9600. البطلة ناني اخذت باف على زيادة الضرر من ال 1400 الى ال 1600، لكن اخذت نيرف على جادجت رد الضرر اكثر من 5 ثواني الى ثانيتين. واخيرا البطلة بايبر اخذت باف على زيادة الضرر من 3040 الى 3400، لكن
الجادجت الخاص بمساعد الاستهداف اخذ نيرف بنسبة 33% وصار له نسبة جدا ضعيفة عشان يصيب اللاعب. البطلة ماندي اخذت زيادة ضرر من 2400 لل 2600. واخيرا البطل ليون اخذ لباف على الصحة من 6400 الى 6800. البطل ساندي اخذ باف على زيادة تعبئة السوبر من 7 ضربات الى 6 ضربات، باف جيد. البطل فانج اخذ لزيادة شحن سوبر، وكذلك اخذ لزيادة ضرر من خلال السوبر من 2000 الى 2400 ضرر. البطل ويلو اخذت باف على الصحة من 5000 الى 5600. سويك اخذ نيرف على ستار باور الخاص بالضرر المتسلسل من 20% الى 15%، وكذلك الجادجت اخذ نيرف من 10 ثواني الى 8 ثواني. بوني اخذت نيرف على سرعة اطلاق الذخيرة بنسبة 5%. كرو اخذ نيرف على ستار باور الخاص به للمرة الثانية، كان 25% حاليا صار 20% وحاليا صار 15%. كذلك تيك اخذ نيرف على سرعة اطلاق الذخيرة نفس بوني، لكن فارق هناك 1%. اخر نيرف عندنا هو النيرف الخاص بالبطلة تارا. تارا اخذت سالب صحة من 6400 الى 6200، يعني فرق بس 200 صحة. اسعار السكنات، اول سكن عندنا هو سكن ستو سيء، راح يكون سعره اكثر من 300 جوهرة، وراح يكون له تأثيرات جدا خرافية من ناحية الضرر ومن ناحية السوبر ومن ناحية القتل. انيميشن الهزيمة ان ستو راح يسقط من مكان مرتفع وراح يسقط بالارض وراح يكون عصبي بشكل جدا مخيف. حرفيا راح يكون نفس سكن الهالوين لكن بشكل افضل، لكن سكن الهالوين حاليا راح يكون سعره اكثر من 79 جوهرة بعد ما راح ينزل. سكن نيرد سويك راح يكون ب 150 جوهرة وراح تقدر تشتري بالايام القادمة بسعر 5000 بلينج. سكن حرفيا جدا خرافي ومعاه سبراي، لكن الشيء المزعج بالسكن انه له تأثير وقت الانفجار. اللاعب راح يعرف متى انفجر هذا التوقيت الخاص بالضربة، فهذا الشيء راح يكشف الضربة. انيميشن الهزيمة ان سويك راح يلقم ديسلايك من اللاعبين وراح ينزعج هذا اكثر عند اللاعب اللي راح يشتري هذا السكين. سكين روزا المشجعة راح يكون اكثر من 150 جوهرة وراح تقدر تشتري ب 5000 بلينج، وانا احس انه هذا السكين ما يستحق كل هاي الجواهر والبلينج عشان تأثيرات جدا بسيطة. انيميشن الهزيمة انه راح تشجع بشكل بارد. سكين ويل الخاص بالعقرب السام راح يكون بسعر 80 جوهرة وراح تقدر تشتري اكثر من 2750 بلينج. حرفيا تأثير الضربة الى عالم ثاني من الشكل ومن ناحية الضرر. انيميشن الهزيمة انه العقرب راح يلدغ ويلو وراح تفقد الوعي او احتمال ماتت. سكين مايسي راح يكون الخاص بالباور ليج، راح يكون بسعر 150 جوهرة وراح تقدر تشتري من اكثر من 5000 بلينج. تأثير الضربة عبارة عن يد مايسي، لكن السوبر عالم ثاني، راح يظهر لك عاصفة من الرمال وراح تشوف شعار براو ستارز موجود بالارض. انيميشن الهزيمة انه مايسي راح تفقد السيطرة وراح تاخذ ضربة من يدها. سكين كارديليوس راح يكون ب 150 جوهرة وراح تقدر تشتري ب 5000 بلينج. تأثير الضربة عبارة عن كرات من النار داخلها براغي، وكذلك السوبر عبارة عن اسلاك معقدة. انيميشن الهزيمة انه الجهاز الخاص بكارديليوس راح ينفجر وراح يحزن على الجهاز. هانك راع البقر راح يكون بسعر 200 جوهرة، وانصحكم لا احد يشتري لان حرفيا راح يكون من الجيف اواي، وحتى لو حظك كان خرافي راح تحصله، انصحك لا تستخدمه. الشيء الغريب هنا انه كيف السكن عبارة عن ثور وقاعد يخرج الحليب، هنا سؤال غريب. انيميشن الهزيمة انه هانك راح يفقد السيطرة والروبوت راح يرميه خارجا. سكن ايمز الفتى الخبيثة راح تقدر تحصل عليه بالمجاني اذا اشتريته بالستار بوينت قبل. السكن نفس تأثير ضربات البطل العادي، لكن المظهر راح يختلف وراح يكون بسعر 30 جوهرة و1000 بلينج. سكن بين الخاص بالكريسماس اخذ تعديل وصار مظهره افضل من قبل. سكن جانية الخاص بالليلة القمرية، وما ذكر اي انمي هذا. المهم انه تأثيرات الضربة عبارة عن قمر، وراح يكون الى انيميشن خاص بالسوبر جدا خرافي وراح يكون بسعر 200 جوهرة. انيميشن الهزيمة انه راح ترمي جهازها وراح تبدأ تصيح. سكن ماندي الصيني راح يكون بسعر 150 جوهرة وراح تقدر تشتري ب 5000 بلينج. تأثير الضربة عبارة عن اكياس من المال، وما ننسى انه السوبر عبارة عن هاي الفطيرة، ما اعرف ايش وضع. انيميشن الهزيمة انه راح تمسح الارض بالمكنسة، لكن راح تفعل اشياء غريبة، لهذا انصحكم لا تشتري هذا السكن. سكن ميجا ادجار راح نقدر نسوي عليه جيف اواي اذا قبلت سوبر سيل، انه راح نسوي عليه جيف اواي مثل جيف اواي الخاص بميجا مورتيس. تأثير القتلة عبارة انه راح يظهر لك بوابة راح تنقل هذا اللاعب الى اللوبي، يعني حرفيا سكن توكسيك. المابات الجديدة، واخيرا مابات براو ستارز القديمة راح ترجع منها مابات مرور الظلام، وراح يصير بتحالف جدا قوي وراح ننقص هوايكوز. واخيرا راح نخلص من ماب المشكلة المزدوجة والحجر المحروق.
الظاهر انه الجيموت قادم.